وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون، نحل يحوم حول الخلية كما تشاهدون، وهناك نحل متساقط على الأرض وهو يزحف. هناك بعض الناس عندما يجدون هذه الظاهرة يقولون بأن النحل مريض، فيلجؤون إلى فتح الخلية، وكذلك يلجؤون إلى استعمال الأدوية الكيميائية، وهنا سيخسرون النحل، لأنه كما قلت لكم النحل ضعيف مناعيا. فهنا عندما تكثرون من الأدوية الكيميائية وتكثرون من المحاليل السكرية والفتح اليومي على الخلايا، تسببون له بأضرار وأمراض كثيرة. فلذلك أنصح إخواني الكرام عندما يشاهدون هذه الظاهرة فلا يقلقوا ولا ينزعجوا أبدا. فهذه الظاهرة معروفة، لماذا؟ لأنه لا يوجد نحل على الأرض ميت، وكذلك لا يوجد نحل يتقاتل كما تشاهدون، لم أجد أي نحلة تتقاتل أو شيء آخر، ولم أجد أي نحلة ميتة على الأرض. فمن هنا نعرف بأن الخلية سليمة وليس بها أي شيء. فهذا النحل الذي خرج يحوم حول الخلية وهو يطير، فهذا نحل كان عمله الوحيد داخل الخلية، كان عمله داخل الخلية لمدة 21 يوم، وعندما انتهى من عمله داخل الخلية خرج إلى خارج الخلية ويحوم حول الخلية، وذلك لكي يعلم مكان تواجد الخلية ويبدأ عمله خارج الخلية، يعني يخرج إلى خارج الخلية لجلب الرحيق وحبوب اللقاح ويجلب الماء إلى غير ذلك من الأعمال. فمن هذه الظاهرة نعرف بأن الخلية مكتظة وفيها كمية لا بأس بها من النحل. فلهذا لا تقلقوا عندما تشاهدون النحل يخرج ويحوم حول الخلية. فعندما تجدون هذه الظاهرة تفقدوا أول شيء على الأرض. إذا وجدت نحل ميت ونحل يتقاتل فهنا هجوم أو شيء ما، ولكن إن لم تجد نحل ميت ونحل يتقاتل فهنا تعرف بأن هذا النحل جديد وهو يخرج لاستكشاف مكان تواجد الخلية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.